عملت الجماهير لازم هيبقى لها كلمة يعني. فنانة الكبيرة نادية الجندي، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا شعب مصر العظيم. مساء الخير عليكم يا شعب مصر العظيم. أنا عايز أقول لسيادة الرئيس، يا رئيس احنا بنديك تفويض وامر لتاني مرة عشان تكمل المسيرة، عشان تكمل البنيان، عشان تكمل الامان اللي احنا عايشين فيه. ممكن تسمعوني لو سمحتوا؟ ممكن تسمعوني لو سمحتم؟ بقول للرئيس يا رئيس احنا بنديك تفويض وامر لتاني مرة عشان تكمل مسيرة البنيان وتكمل الامان بعد سنين العجاف اللي احنا عشنا فيها. انجازاتك هيكتبها التاريخ. احنا عشنا فترة صعبة جدا جدا جدا، ولكن الحقيقة ربنا فعلا حب ينقذ الشعب المصري، ينقذ مصر لأنها مذكورة في القرآن. فربنا هدانا بعبد الفتاح السيسي حقيقي. أنا بتكلم من قلبي، من غير ورقة ومن غير خطابة ومن غير أي حاجة، بس بتكلم بشعور مصرية بتعب التراب هذا الوطن، وحاسه قد ايه احنا خدنا معارك صعبه، قد ايه الوطن ده مر بتحديات كبيره جدا من الداخل ومن الخارج. لكن الحقيقه الرئيس كان قدها وقدود بايمانه بربنا وبإخلاصه وبحبه لهذا الوطن. إنجازات، معجزات حصلت في فترة بسيطة جدا فعلا، إنجازات لازم كلنا نعترف بيها حقيقي. مفيش أي مجال لأي شك في الإنجازات اللي عملها في فترة قصيرة جدا، ودي حقيقة. ردلنا اعتبارنا في الداخل وفي الخارج، رد كرامة مصر. لو ما عملش اي حاجة من الانجازات دي، كفاية الامان اللي احنا عايشين فيه ده كفاية لوحده اكبر انجاز. ولكن هو ما اكتفاش بكده، كان في يد بتبني ويد بتحمل السلاح ضد الإرهاب، ودي كانت معجزة بكل المقاييس أمام العالم كله. أنا بطلب بس من المصريين إنهم فعلا يتحدوا ويبقوا إيد واحدة ويقفوا ورا رئيسهم، لأن فعلا زي ما قال الرئيس
هو لوحده مش هيقدر يعمل حاجة إلا لو الشعب فعلا اتحد وقف وراه. أنا بطلب من كل المصريين إنهم يعملوا بجد، والفترة الرئاسية التانية دي فعلا فعلا تبقى فيه مساندة لكل الشعب المصري لرئيسهم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا الشعب المصري العظيم اللي تحمل كل هذه الصعاب، ويحيا رئيسنا، ويحيا جيشنا، وتحيا شرطتنا العظيمة وجيشنا العظيم، ويحيا رئيس مصر. وإن شاء الله فترة رئاسية جديدة كلها إنجازات وأمال للشعب المصري وللشعب العربي، وتحيا مصر. شكرا.